هنروح لكرة السلة رجال زي ما حضراتكم عارفين بيستعدوا للبطولة العربية اللي سبعة 27 9 بيستعدوا لها ب تسعة سوري 29 9 27 9 ده معاد إرسال القوائم النهائية. الأهلي بينتظر الفائز من مصر التأمين وطلع الجيش. منطقة القاهرة عملت حاجة حلوة، عملت مجموعتين النادي الأهلي وقع فيها ووقع فيها يعني، الأول بيتأهل لدور قبل النهائي على طول والتاني والرابع بيستبعد، الثاني والتالت بيلعبوا كروس مع المجموعه الثانيه التامين وطلع الجيش بيلعبوا الكروس هنلاعب الكسبان منهم في دور قبل النهائي والناحيه الثانيه الجزيره برضه هتلعب مباراه زي ده غالبا انا يعني توقعاتي طبعا كل الاحترام لكل الفرق بس انا بتكلم عليها فنيا احنا فزنا على طلائع الجيش وما كانش معانا رباعي المنتخب فلما يلعب رباعي المنتخب حتى لو فاز طلائع الجيش او فاز مصر التامين فاحنا اقوى هنستطيع ان شاء الله نعبر باذن الله رؤيتي الفنيه انا بحترم كل الفرق ان احنا المرشح الاقوى ان احنا نوصل ونفس الوضع بالنسبه للجزيره اتوقع الفاينل هيكون الاهلي الجزيرة طب الماتش اللي جاي هيبقى يوم الاربعاء والفاينل هيبقى يوم السبت الماتش اللي جاي اللي هو مع مصر التامين او طلائع الجيش يوم الاربعاء والنهائي هيكون يوم السبت ان شاء الله يوم خمسه وعشرين اثنين وعشرين وخمسه وعشرين قبل النهائي والنهائي الشهر ده طيب